السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي سنة خمسة ابتدائي، ازيكم؟ النهاردة إن شاء الله هناخد جوباري searches for home. جوباري بيبحث عن بيت، جوباري بيدور على بيت. مين جوباري ده؟ جوباري أبطال ده اسمه جوباري، هو ده جوباري خلاص. فتعالى نشوف كده ايه قصة جوباري، قصة كونكت بلس 5. يلا بينا نعرفها مع بعض. طيب هنبص مع بعض على الكلمات. معلش النهارده احنا هناخد الستوري كلها، فانت بقى قسم الفيديو ده على حسب مقدرتك، اتفقنا؟ اول حاجه يبحث، يعني سيرش 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 سيرش، يبحث سيرش. وغزال دوركاس ده نوع من الغزلان اسمه دوركاس غزال، دوركاس غزال، دوركاس غزال، دوركاس غزال، دوركاس غزال. الصحراء الشرقيه ايسترن ديزرت، ايسترن ديزرت، ايسترن ديزرت. وحياة life 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 life. وسنة year 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 year. ويتبع يعني follow، يتبع يعني يمشي وراء، follow 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 follow. وشجاع يعني brave 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 brave. خطير dangerous 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 dangerous. وعندنا كمان مفترس predator predator predator، يعني the lion is predator، الأسد مفترس. والجمال camels 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 camels. يبحث عن يعني look for look for look for. ابن son son son. ومثالي يعني perfect 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 perfect. أوراق الشجر اسمها leaves leaves leaves. ويعود come back come back come back come back. مكان يعني place place place. يبين أو يوضح show show show. راحة rest rest rest. في كل مكان يعني everywhere everywhere everywhere. بسرعة quickly quickly quickly. ويجري بعيدا يعني run away run away run away run. يجري away بعيد run away. يبقى بعيدا stay away stay away stay away stay away. ويضحك laugh laugh laugh. يقصد أو يعني mean mean mean. ولاحقا أو قريبا soon soon soon. see you soon يعني أراك قريبا soon. شجر الصنط ده نوع من الشجر اسمه acacia tree acacia tree acacia tree. ظهور النرجس البري daffodil 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 daffodil. ظهور النرجس البري daffodil، احفظ يا حبيب قلبي daffodil. خاص او مميز special 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 special. بذور seeds 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 seeds. الشمال اسمه north north north. We earth ground ground ground. ناعم soft soft. We حوافر hooves hooves hooves. الحوافر طبعا بتاعه الغزال اسمها hooves hooves. خد نفس الرابعه صوت، بس صوت بشري voice voice voice. صوت اي حاجه تانية sound، لكن صوت البشر voice. حيوان الاطم اللي هو بقر البحر اسمه dugong dugong dugong. والجنوب south south south. والجبال mountains mountains mountains. شرق east east. وعطشان يعني thirsty 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 thirsty. الرمال اسمها sand sand sand. والسلحفاة turtle 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 turtle. ومسكن او مأوى home home home. شاطئ رأس حنكراب رأس حنكراب بيتش رأس حنكراب بيتش رأس حنكراب بيتش. مالح salty salty salty. غابات أشجار المانغروف
mangrove forests, mangrove forests, mangrove forests. شديد الانحدار اسمها steep, steep, steep. العشب البحري يعني sea grass, sea grass, sea grass. ومتعب tired, 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 tired. عندي بعد كده التيس النوبي او الوعل اسمه نوبيان ايبكس, نوبيان ايبكس, نوبيان ايبكس. وجبل علبة, جبل في مصر اسمه جبل علبة, جبل علبة, جبل علبة. قمة توب, توب, توب. وغرب ويست, ويست. ومصدر او مورد يعني ريسورس, ريسورس, ريسورس. لذيذ يعني delicious, delicious, delicious. صحيح يعني right, right, right. بحيرة ناصر اسمها Lake Nasser, Lake Nasser, Lake Nasser. وميت died, died, died. هي المفروض ميت did, لكن died دي مات. خلي بالك يعني هو الكتاب المفروض لو يقصد الباست الماضي هيقول مات died, أما لو يقصد الصفة ميت فهيقولها did. تمساح كروكودايل, كروكودايل, كروكودايل. من صنع الإنسان man made, man made. ومحب للاستطلاع أو فضولي curious, curious, curious. رملي sandy, 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 sandy place مكان رملي sandy. يوافق agree, 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 يوافق. بالنسبة للديفينيشنز acacia tree, إيه هي شجرة الصنت acacia tree؟ أقول لك an acacia tree is a species of tree, هي نوع من الأشجار أو فصيلة من الأشجار. Which grows in hot dry places, بتنمو في الأماكن الحرة والجافة. Brave يعني شجاع, brave. إيه هو brave الشجاع؟ قال لك if you are brave, لو أنت شجاع. You are not afraid in dangerous or difficult situations, فأنت ما بتخافش في المواقف الصعبة أو المواقف الخطيرة, أنت brave, أنت شجاع. الدافوديل, ودي كلمة مهمة, زهور النرجس البري. ايه هي بقى الدافوديل, زهور النرجس البري؟ قالك دافوديلز ار سبيشيز اوف يلو فلاور, هي فصيلة من الزهور الصفراء. which grow from bulbs, بتنمو من بصيلة نبات, بتطلع زهرة كده في دي الدافوديل. هوف الحافر, هوفز الحوافر. قالك دي بقى هوف is a hard foot, هي قدم صلبة. Of an animal, بتاعة الحيوان. For example, على سبيل المثال horses, الخيول. Goats, الماعز. And cows, والبقر. Have hooves, كل دول عندهم hooves, حوافر. Nubian ibex, التيس النوبي أو الوعل. فقالك ده بقى the Nubian ibex is a species of goat, هو نوع من الجوت, من الماعز. Which lives in the mountains, بس بيعيش في الجبال. Of Northern Africa, جبال شمال أفريقيا. And the Middle East, والشرق الأوسط. طيب يعني سالتي مالح, إيه هو المالح؟ قال لك مالح ده بقى اللي هو food, طعم. With a lot of salt, في كثير من الملح إنت فيه. والتستس طبعا سالتي, بطعمه مالح, في ملح كتير قوي. Sea grass, العشب البحري. Sea grass, إيه هو sea grass؟ قال لك ده بقى سيدي, sea grass is a species of plant, هو فصيلة من النبات. Which grows under the sea, بتنمو تحت البحر, فعشب بينمو في البحر فاسمه عشب بحري بسيط. Steep, شديد الانحدار. Steep, steep, ده قالك a steep hill goes up and down very quickly, ده التل اللي هو شديد الانحدار ده طالع نازل بسرعة. And so it's difficult to climb, وبالتالي صعب انك تتسلقه لأنه هو steep. البيجينينج بتاعت الستوري بقى, تعال نشوف ايه هي بداية القصة. يلا ركزي كده بقى وركز معايا في الستوري. جوباري ده اصلا غزال, اوكي, غزال دوركس. جوباري اللي هو ذا دوركس غزال. واز بورن, ولد في المكان بتاعه, الهابيتات بتاعته اللي هي ان وادي الجمال. خلاص تمام, جوباري مولود ان وادي الجمال. جوباري واز بورن ان وادي الجمال. وجوباري ده ايه؟ عباره عن دوركس غزال, غزال دوركس. فين وادي الجمال ده؟ In Egypt's Eastern Desert, في صحراء مصر الشرقية. He followed his mother, زيه زي أي بيبي صغير كان بيمشي ورا مامته. He followed his mother for the first year of his life, في أول سنة في حياته فهو ماشي ورا مامته زي أي طفل عادي خالص.
His mother, مامته بقى اللي هي سوبيرا، يبقى جوباري مامته سوبيرا. His mother سوبيرا، وسوبيرا دي أكيد طبعا هتطلع جزال برضو. His mother سوبيرا showed him، كانت بتعلمه بقى وتوريه which plants to eat، ايه النباتات اللي ياكلها، and where to rest، واين يرتاح on hot days، في الايام الحاره. تقول يا جباري النبات ده تاكله، النبات ده لا ما تاكلوش، المكان ده لما تبقى في حر كده ترتاح في المكان ده. فهي بتعلمه كل حاجه. جباري was very brave، جباري كان شجاع جدا ما خافش. برافو يا جباري. جباري wanted to go everywhere and play with all animals. جباري wanted to go everywhere، كان عاوز يروح كل مكان، and play، ويلعب with all animals، مع كل الحيوانات. جباري's mother، مامي جباري اللي هي ايه، ما تنساش سوبيرا. جباري's mother taught him، علمته which animals were dangerous، اي الحيوانات خطيرة. قلت له بص ده لاين، ده اسد يا جباري، ابعد عنه. اوكي بص جباري ده كات، دي كات قطه، لا عادي العب معاها. فهي بتقول له which animals were dangerous، ايه الحيوانات اللي خطيره. جباري's mother، مامي جباري احنا عارفين اسمها سوبيرا. جباري's mother taught him، علمته برضو how to stay away from predators، how to stay away، ازاي يفضل او يبقى بعيدا from predators، عن المفترسين. ده مفترس، ابعد عنه. جباري learned to run away، تعلم انه يجري بسرعة، يهرب very quickly، بسرعة. جباري and سوبيرا were looking for food، جباري وسوبيرا، جباري ومامته were looking for، بيبحثوا، look for يعني يبحث عن، were looking for food، بيبحثوا عن طعام. many animals live in وادي الجمال، وفي حيوانات كتير جدا عايشة في وادي الجمال معاهم. وادي الجمال is the perfect place for gazelles، هو الهابيتات بقى هناك. فوادي الجمال ده هو المكان البرفكت، المناسب for gazelles، للغزلان. ليه يعني ايه اللي في وادي الجمال مميز يعني؟ because there are special plants there، لان في هناك special plants، نباتات خاصة. there are special plants there، في هناك نباتات خاصة. Gazelle's favorite food، والطعام المفضل للغزلان هو الديزرت دافوديل، نبات النرجس الصحراوي. خلاص، او زهور نبات النرجس الصحراوي، ده يعني ايه، ده الحاجة الفايفوريت عند الجزيلز. The leaves of the desert daffodil، الاوراق اصلا بتاعت الديزرت دافوديل، نبات زهور النرجس الصحراوي، او زهور نبات النرجس الصحراوي، الاوراق بتاعته، an acacia tree، وشجر الصمت، الاثنين دول اوكي give gazelles food، هما دول اللي بيدوا الغزلان الفود، الطعام، and water، والماء، all year round، على مدار العام. فهم ده يعني ايه، ده اهم حاجه، ده اللي بيدينا الاكل والشرب طول السنه، ال desert daffodil leaves والacacia tree. So they never need to drink، علشان كده الغزلان مش محتاجة تشرب أبدا، لأن هي بتاخد الماء من النباتات دي برضو. The acacia trees need gazelles، حتى يعني بص شفت الغزال محتاج شجرة الصمت، الأكاشا tree برضو يا أولاد، إن الأكاشا tree برضو شجرة الصمت needs، هي كمان محتاجة gazelles، الغزلان، يعني الاتنين محتاجين بعض. The acacia trees need gazelles، ليه بقى محتاجة الغزال؟ قالك because they take their seeds، لأن الغزلان بتاخد البذور بتاعت الشجرة، to new places، لأماكن جديدة، so more acacia trees grow، فأشجار صمت أكتر بتنمو، يعني يبقى في علاقة تبادل، أنا الغزال هياخد من شجرة الصمت المية والأكل، والغزال برضو هينقل السيدز، البذور، from the tree، من الشجرة، to another place، ليه؟ مكان آخر، so علشان كده a new tree grows، شجرة جديدة بتنمو. جباري، نرجع بقى لجباري. جباري wanted to look for وادي for the gazelles، جباري قالك لا بص انا عاوز مكان للغزلان تاني، عايزين نمشي من هنا. يا جباري ده مكانك، يا جباري اهدى بس، روح فين؟ قالك لا انا لازم امشي من هنا وابحث عن وادي جديد للغزلان، بدل وادي الجمال ده، احنا عاوزين مكان جديد، انا هدور. علشان كده القصة اسمها جباري searches for a home، بيبحث عن موطن.
جبري wanted to look for وادي، عايز يدور على وادي، for the gazelles، للغزلان. His mother told him to remember، مامته قالت له طب يا ابني افتكر، يا ابني remember افتكر، all the things she had taught him، كل الحاجات اللي انا علمتها لك، تهرب بسرعة، تبعد عن المفترسين، stay away from predators، run away، which plants to eat، ايه النباتات اللي تاكلها، اوكي خلي بالك من الحاجات دي يا جوبيري، خليك فاكر كل اللي انا علمته لك في رحلتك في البحث عن هوم، عن بيت. ده كان البيجينينج بتاعت الستوري. طيب يلا بينا على الميدل، منتصف الستوري، منتصف القصه. يلا ابطال. جوبيري decided to go east، جوبيري قرر انه يذهب ناحيه الشرق. قالك بص انا هبدا كده من الشرق، هروح هناك. And he found some new kinds of trees. ولما راح هناك لقى أنواع جديدة من الأشجار، غير الأشجار اللي هو متعود عليها والطعام بتاعهم اللي هي الأكاشا تري والحاجات دي، فلقى نوع جديد. He walked into the trees، فدخل جوه الأشجار كده. He walked into، دخل into the trees، الأشجار. But his hooves، بس المكان ده مش بتاعك يا جوباري. إيه اللي حصل؟ الحوافر بتاع جوباري were underwater، كانت تحت المية. جوباري was thirsty، كان عطشان عاوز أشرب. طيب أنا متعود إن أنا باخد الواتر من الأكيشا تري والدافيدل. طيب دلوقتي هو حاول يشرب، he tried to drink، حاول يشرب. But the water was very salty، بس المية كانت مالحة جدا، مش هي دي المية بتاعتي، ما هو علشان ده مش مكانك يا جوباري. The dugong، جه بقى دوجونج اللي هو أتوم، which was called دونجا، اسمها دونجا. قالت انت بتعمل ايه هنا يا جوباري؟ اوكي فهي دونجا دي told جوباري that it was sea water، دي مياه بحر، مياه مالحه، ما ينفعش تتشرب حبيب قلبي، ما ينفعش تتشرب. اوكي دي sea water، دي sea water، مياه بحر، ابعد من هنا. and he couldn't drink it، وانت ما تقدرش تشربها ومش هينفع تشربها اصلا، دي sea water، sea water you know sea water is salty، مياه البحر مالحه. اوكي طيب يعني اروح فين يا دونجا؟ فذا دونجا لافز ان ذا مانجروف فورست باي ذا ريد سي، قالت له بص انا عايشه هنا في غابات المانجروف جنب البحر الاحمر، فالميه دي جوباري دي ميه البحر الاحمر يا ابني ما ينفعش تتشرب. قال طيب انا هاكل السي جراس ده، الله ده عشب بحري طالع من الميه، ما هي الميه مالحه اصلا، يعني العشب البحري يبقى مالح. جوباري tried sea grass، يعني جرب العشب البحري برضو، but it was too salty، بس كان مالح جدا. دونجا didn't know where to find the wadi for the gazelles، قال لها طب اروح فين يا دونجا؟ انا عايز وادي للغزلان. قالت له ما اعرفش، انا زي زيك ما اعرفش تروح فين، بس ما انتوا كنتوا قاعدين في وادي الجمال، وادي الجمال كويس، انا ما اعرفلكش مكان يا جوباري. دونجا didn't know، ما تعرفش، where to find the wadi for the gazelles، يلاقي فين وادي للغزلان. جوباري ران نورث، جوباري قال لها طيب مع السلامة، وران جري نورث للشمال. جوباري came to a place، راح مكان تاني، where the ground was white، الأرض فيه بيضة، and very soft، his hooves were going into the ground، الحوافر بتاعته كانت بتدخل في الأرض، من الأرض، الأرض رطبة ولينة وطرية، فالحوافر بتاعته كانت بتغرس في الأرض. The turtle's eggs were in the sand، وكان في بيض سلاحف في الرمل. And she told جوباري، والسلحفة قالت لجوباري not to walk there، قالت له ما تمشيش هنا، انت جاي فين؟ The turtle was brown، انا عارف ايه علاقتها بالستوري، بس هو the turtle was brown، السلحفاة كانت بنية اللون. تمام. راس حنكراب بيتش is the turtle's home، انت هنا في راس حنكراب بيتش، في شاطئ راس حنكراب، وده موطن السلاحف، انت جاي موطننا يا جوباري لو سمحت، انت جاي الموطن بتاعنا، جاي موطن التيرتلز السلاحف. راس حنكراب بيتش is a very nice place، هو مكان جميل جدا، بس بالنسبة للغزلان لا ما ينفعش، هو مكان جميل، شاطئ راس حنكراب، بس ده مش الهابيتات بتاعت الجزائز. راس حنكراب بيتش is not a good place for gazelles، ليس مكانا جيدا للغزلان، مش هينفع الغزلان تجري هنا في الارض دي، gazelles can't run، الغزلان مش هتقدر تجري هنا، because the sand is too soft، لان الارض او الرمال
too soft، شديدة النعومة ولينة جدا، وانت لما تمشي هنا رجلك هتغرز في الرمل. جوبيري decided to go south، قال لك طب انا هروح الجنوب، يعني الشرق ما ينفعش الشمال ما ينفعش، انا هروح الجنوب. جوبيري decided to go south. جوبيري climbed، تسلق يا جوبيري، climbed the biggest mountain، تسلق اكبر جبل. as he might see، ممكن يعني might احتمال see، يشوف the wadi of gazelles، وادي الغزلان، from the top، من القمه. قال لك انا هطلع بقى الجبل وابص كده تحت اشوف كل حاجه، ممكن اشوف وادي for gazelles، وادي للغزلان. الجبل نفسه تسلقه مش سهل. ليه؟ the mountain was very steep، الجبل ده شديد الانحدار. And his legs ورجل جوبيري وهي طالعه became very tired، كانت متعبه جدا. يا جوبيري، يا جوبيري كنت قاعد في بيتك يا جوبيري، انت بتعمل ايه يا جوبيري؟ تعالى نبص ل the end of the story، نهايه القصه. جوبيري هو طالع طبعا شاف النوبيان ايبكس، الماعز الجبلي. جوبيري saw the Nubian ibex. جوبيري discovered that he was at جبل علبه. فجوبيري اكتشف ان هو موجود في جبل علبه. والجبل علبه ده بقى هو موطن النوبيان ايبكس، او كل مكان يروح يبقى موطن لحاجه يعني، تمام؟ فجبل علبه is the home of the Nubian ibex، هو جبل الوعل او جبل هو بيت الوعل هو بيت الوعل او بيت او موطن الماعز الجبلي، اوكي؟ ف the ibex didn't know the wadi of the gazelles. الايبكس ده قال له طب بص ما اعرفلكش مكان يا جوبيري. the ibex didn't know the wadi of the gazelles، قال له ما اعرفش وادي للغزلان. but he could see a very big lake to the west، قال له بص انا اعرف ان الغرب فيه بحيره كبيره، طب روح هناك جرب. okay he could see a very big lake، بحيره كبيره جدا، to the west، ناحيه الغرب. جوبيري decided to go to west، قال لك طب انا هروح الغرب، انا مشيت كده كل الجهات دي اخر جهه هروحها. after a long time، بعد مده طويل قوي ماشي ماشي ماشي، جوبيري came to lake ناصر، جه بحيره ناصر اللي هي البحيره اللي احنا نقصدها. lake ناصر is a man made lake، بحيره ناصر هي بحيره من صنع الانسان، يعني مش natural lake، الانسان هو اللي حفرها. lake ناصر is an important resource of water، هي مصدر مهم جدا للماء. people made lake ناصر، الناس عملت lake ناصر ليه؟ because they needed water، لان هم محتاجين ماء. فجوبيري لما راح هناك، جوبيري مت قابل مين بقى اللي عايش هناك والموطن بتاعه هناك؟ ذا كروكودايل، التمساح. جوبيري مت ذا كروكودايل ان ليك ناصر، جوبيري قابل التمساح في بحيرة ناصر. ليك ناصر is the home of the crocodile، بحيرة ناصر هي موطن للتمساح. تاني جوبيري couldn't see who was speaking in water، فجوبيري التمساح في المايه بتتكلم وجوبيري مش شايفه، فجوبيري بص كده ايه ده في حد بيتكلم في المايه بس مش شايفه. جوبيري couldn't see، مش شايف who was speaking، مين بيتكلم in water في المايه. ايه ده شجره ميته ماشيه، a dead tree، شجره ميته. شفت هنا dead بقى ميت، اوكي؟ يبقى هو الكتاب كان غلطان لما قال لي ميت died، هو يقصد dead، dead. A dead tree which Jubari saw in water، في شجرة ميتة جوبيري شايفها ماشية كده في المية. was طلعت في الآخر a hungry crocodile، تمساح جعان. فخلي بالك ماما كانت قالت له ايه زمان؟ قالت له stay away from predators، ابقى بعيدا عن المفترسين، وده predator ده مفترس. Jubari's mother، مامة جوبيري سبيرة، taught him، علمته to stay to not to stay near، انه ما يبقاش بعيد، ما يبقاش قريب animals من الحيوانات with big teeth، اللي اسنانها كبيره. يا جوبيري يا حبيب قلبي، اي حيوان تشوف اسنانه كبيره يا بابا ابعد عنه، ده اسنانه كبيره. The crocodile was too dangerous، dangerous خطير، التمساح ده خطير جدا. So Jubari ran home، فجوبيري قال ماله وادي الجمال بس، ده زي الفل، انا هجري على البيت. جوبيري looked for Subira، فلما راح قعد يدور على سبيرا، يا ماما يا سبيرا يا سبيرا. جوبيري was brave، جوبيري كان شجاع، شجاع جدا. and curious، ومحب للاستطلاع، عاوز مكان جديد وعاوز يعرف اماكن جديده، فهو curious.
محب للاستطلاع. جوباري didn't find the wadi for the gazelles. هو ما لقاش وادي للغزلان. هو راح كل الأماكن ما فيش وادي للغزلان. جوباري found a lot of other places. ولكنه اكتشف الكثير من الأماكن الأخرى. The mangrove were too salty. عرفنا إن أشجار المانجروف مالحة جدا. The beach والشاطئ was too sandy. يعني رملي جدا. The mountains. وعرفنا إن الجبال were too steep. شديدة الانحدار جدا. Jabari and his mother, Jabari ومامته, have a lot of acacia trees in وادي الجمال. عندهم أشجار acacia trees, يعني أشجار سنتي كتير, in وادي الجمال, في وادي الجمال. عرفنا إن المكان ده هو أفضل مكان, مش هنلاقي أحسن منه. The desert is the perfect place, هي المكان المناسب for gazelles to run, للغزلان هي تجري فيه. ما تفكرش في مكان تاني يا جوباري, اقعد هنا. والحمد لله كده اقعد هنا. وادي الجمال is the perfect place for gazelles. وادي الجمال هو المكان المناسب, هو المكان المثالي for gazelles, للغزلان. Subira was so happy. Subira كانت فرحانة جدا. That her son, لأن ابنها agreed with her, وفقها في الكلام وقالها لا يا ماما, هو وادي الجمال ده is the perfect place for us, هو المكان المناسب جدا لنا. مش هنحل النهاردة عشان ما طولش عليك في الفيديو, برغم ان انا يعني مبسوط جدا وانا معاك, واتمنى ان الفيديو يكون شيق وممتع ليك. خلصنا الستوري, قصة جميلة استفدنا منها كتير, وزي ما قلت لك قسم الكلمات بتاعت الستوري علشان تقدر تحفظها بشكل افضل. انا بحبك جدا, thank you for watching. شكرا للمشاهدة وشكرا انك وصلت حبيب قلبي النقطة دي في الفيديو. لو لسه ما عملتش لايك يا ريت تعمل لايك للقناة. لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك في القناة. وهقول لك خلاص خلصنا, سلام, goodbye.